مزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي. أرحب بك دكتور جمال بداية. أهلا يا فندم. أهلا بك. عندما نتحدث عن الاقتصاد الأخضر الآن يجب أن نبدأ من كوب 27 وما حققته مصر من مكتسبات من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر بداية. في الحقيقة كان طبعا المؤتمر كان مؤتمر غير مسبوق في كونه في أحد الدول النامية بعيدا عن الدول اللي كان بينعقد فيها مؤتمرات الكوب يعني، واستثناءه أيضا فيما يتعلق بدخول بند الخسائر والأضرار، ودي أول مرة يعني يتناول فيها مؤتمرات المناخ هذه الجزئية. مصر طبعا يعني استفادت كثيرا من مجرد انعقاد المؤتمر ثم من نتائج المؤتمر فيما يتعلق بالتمويل، ومصر طبعا كانت في بتمثل أو بصوت الدول النامية في مقابل الدول المتقدمة اللي هي أساسا يعني أحدثت هذه الأضرار فيما يتعلق بالاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. طبعا هناك الكثير من المكاسب يعني فيما يتعلق بتمويل ما يسمى بالمشروعات الخضراء أو الاستثمارات الخضراء. كلمة الخضراء هنا بتشير إلى يعني أي نشاط أو مشروع صديق للبيئة، يعني هنتكلم على يعني مشروعات لا بعيدة عن استخدام الوقود الأحفوري مثلا زي الفحم والبترول والغاز الطبيعي. دي طبعا الحاجات اللي هي دلوقتي بتسبب التغيرات المناخية العنيفة. طبعا احنا دلوقتي نتكلم عن مشروعات استخدام الطاقة النظيفة زي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية. هذه المشروعات يعني دلوقتي أخذت بند متزايد في التمويل. هناك فيما يتعلق بال 22 زي ما أشار التقرير يعني حوالي 16 مذكرة تفاهم لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية. في 9 مذكرات تم يعني تفعيلها بالفعل ضمن 16 مذكرة تفاهم، وتحولت إلى عقود فعلية يعني قابلة للتطبيق. طبعا هناك الكثير من المشروعات التي يعني تهتم بها مصر في هذا المجال، ويعني تحتل بها الريادة هنا، يعني هي تعتبر في مقام الريادة هنا في إطار مشروعات المشروعات الخضراء يعني. مجلس الوزراء والمركز الإعلامي بالتحديد دكتور جمال أصدر إنفوجراف أو بيان تحدث فيه عن كثير من هذه الأمور، لكن عندما نتساءل عن موقع مصر في معادلة النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية. طبعا مصر يعني فيما يتعلق بالموارد الطبيعية يعني لديها الأرض ولديها المياه، طبعا في محدودية يعني مصر بالنسبة لهذا المقام، يعني إذا أخذنا السكان والموارد الطبيعية هنلاقي مصر يعني تعاني من قلة الموارد الطبيعية ممثلة في الأرض والمياه، وده بيخلينا أكثر إصرارا، بيخلي الدولة المصرية أكثر إصرارا على استخدام يعني الطاقة الخضراء أو يعني مشروعات الاستثمارية الخضراء أكثر من أي دولة أخرى، لأنه لا مجال إلى يعني سوء استخدام الموارد. يعني هنا مسألة المشروعات الاستثمارات الخضراء بتؤكد على أول حاجة كفاءة استخدام الموارد، وإحنا في أشد الحاجة إلى يعني حسن استخدام الموارد وهي الأرض والمياه بالتحديد، يعني كموارد طبيعية إحنا ليس لدينا غابات يعني أو ثروة حيوانية أو زي بعض الدول الأخرى، لكن لدينا مجموعة من المشروعات القومية الكبرى قامت بها الدولة المصرية. على سبيل المثال نتحدث عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية، لدينا أيضا جبل الزيت وتوليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين في عطاقة، مشروعات كبيرة دكتور جمال. صح تمام. الحقيقة أنه هناك العديد من المشروعات يعني زي ما أشار لها التقرير يعني الرئاسي، زي ما ذكرت حضرتك مجمع بنبان للطاقة الشمسية، مجمع منطقة يعني محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء،
برضو في مجال مشروعات النقل النظيف، هناك مشروع مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار. في مشروعات النقل النظيف برضو اللي هو القطار الكهربي السريع وتحويل السيارات يعني من استخدام الديزل أو البنزيني إلى الغاز الطبيعي وإلى الكهرباء. دي كلها الحقيقة يعني مشروعات ضخمة جدا، وهيبقى يعني ده في مسار الاقتصاد الأخضر، يعني نتحول إلى أنه نستخدم أكبر قدر من المشروعات الصديقة للبيئة، واللي هي طبعا يعني بتحافظ على الإنتاجية وفي نفس الوقت لا تسبب أضرار بيئية وبتخفض من أثر الآثار التغيرات المناخية. دكتور جمال، أنت أستاذ في الاقتصاد الزراعي وأنت تعلم الاقتصاد يجب أن يترجم إلى أرقام. معي بعض الأرقام من خلال بيان مجلس الوزراء. التقرير أشار إلى أن الاستثمارات العامة الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية للعام 2022-23 بلغ 40% من جملة الاستثمارات العامة، بما يمثل حوالي 410 مليارات جنيه يتم توجيهها لعدة قطاعات، أبرزها 259 مليار جنيه للنقل النظيف، 38 مليار جنيه للصرف الصحي المستدام، 25 مليار جنيه للطاقة النظيفة، و22 مليار جنيه لمياه الشرب النظيفة، و18.5 مليار لمياه الشرب النظيفة ومثلها لتحسين البيئة، 14 مليار جنيه للري المستدام، و11 مليار جنيه للزراعة المستدامة. إذا أردنا أن نترجم هذه الأرقام لما يسمى الدكتور جمال بالتنمية المستدامة، كيف تراها؟ هذه الأرقام طبعا مؤشر على أنه إذا كان 40% من الاستثمارات العامة بتوجه إلى ما يسمى المشروعات الخضراء، وده رقم بنسبة كبيرة يعني، ومعناها إحنا في اتجاه يعني الاستخدام الكامل للاستثمارات العامة كاستثمارات خضراء. طبعا أرقام حضرتك ذكرتها يعني بتشير إلى مسألة الأولويات، 260 مليار جنيه في النقل، و طبعا النقل النظيف هنا يعني النقل الذي لا يستخدم يعني او يستخدم مصادر الطاقه المتجدده والنظيفه يعني اللي هي زي ما قلنا الطاقه الشمسيه والرياح والى والكهرباء طبعا. بالنسبه لمياه الشرب النظيفه يعني تحسين البيئه 14 مليار للري الري المستدام، والزراعه 14 للري المستدام و11 للزراعه، دو 25 مليار نقول للزراعه. ولو ان انا كزراعه يعني بشوف ان ده رقم يعني اقل شويه، لكن لان الزراعه هي الاكثر، هي القطاع الاكثر تضررا من التيارات المناخيه، وبالتالي يعني هناك 25 مليار دولار، لكن كبدايه ده رقم يعني معقول. لكن هي بدايه وتاتي في ظل حياه كريمه وما تشهده من تبطين للترع والكثير في المجال الزراعه ايضا. دكتور جمال، لا كلام سليم يعني الحقيقه، لو حسبنا الاستثمارات الكبيره جدا في مجال مشروع حياه كريمه اللي هو يقدر له 700 مليار جنيه، ده رقم كبير. لو خدنا الحسبه الشامله يعني هنلاقي انه الزراعه بتستاثر برقم كبير يعني، لكن عموما هذا الرقم اللي هي 40% من الاستثمارات العامه كمشروعات خضراء، وفي نفس الوقت ده لسنه واحده يعني طبعا. نعم. سنه 22-23 نعم السنه الماليه. ايوه فندم. ايضا التقرير اشار لتوقيع 16 مذكره تفاهم لانتاج الامونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس، منها 9 مذكرات تم تحويلها إلى عقود فعلية. أيضا قراءتك لهذا الرقم 16 مذكرة؟ ما هو طبعا في 16 مذكرة تفاهم ومنها 9 تم تفعيلها، إذا يعني رقم كبير، 9 من 16 يعني. بقية المذكرات طبعا في طريقها إلى التفعيل أيضا يعني. لكن فيما يتعلق بهذه طبعا زي ما ذكر الأمونيا الخضراء والهيدروجين الاخضر، الهيدروجين الاخضر الحقيقه في مصر تعتبر دوله رائده في هذا المجال يعني. وده رقم يعني الهيدروجين الاخضر هيستخدم
كبديل للطاقة طبعا، يعني الوقود كبديل للوقود الأحفوري، يعني زي ما ذكرنا الطاقة المتجددة طبعا، في زي ما ذكر مجمع الطاقة الشمسية، وده استثماراته 2 مليار دولار وبقدرة إنتاجية 1465 ميجا وات. نعم. فضلا عن توليد الكهرباء بالتكنولوجيا، نعم. يعني الضخ للتخزين، يعني الحقيقة واستثمارات حوالي 2.7 من 10 مليار دولار وقدرة إنتاجية في مجال الهيدروجين الأخضر. يعني طبعا هناك زي ما ذكرنا قبل كده محطة جبل الزيت لإنتاج الكهرباء، نعم، 12 مليار جنيه وإجمالي قدرة إنتاجية 580 ميجا وات. أشكرك دكتور جمال وأعتذر منك لضيق الوقت. دكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي كنت معي هاتفيا من القاهرة.